متابعي قناة دانيا أدينار، مرحبا بكم معايا مع وصفة جديدة واللي غتكون البصارة على الطريقة الشمالية، وغادي نصاوبها بالخضرة. كتجي لذيذة بزاف وسخونة وكتصلح في هاد الجو. هذا المقادير عندي هنايا بطبيعة الحال الفول وجلبانة. أنا هنايا الفول استعملت الفول البلدي اللي كيكون صغير بزاف، هو غيبان ليكم يعني الحبات ديالو صغار، والجلبانة الكمية ديال الفول كبر من الكمية ديال الجلبانة شوية. وعندي هنايا درت راس ديال التومة كامل، تقدروا تنقصوا إلا بغيتو. وهنا المجموعة ديال الخضر اللي درتها، عندي جوج حبات ديال البرو، حبة ديال اللفت، حبة ديال خزو، وحبة ديال قرعة خضراء، وواحد البصلة حمراء، والملحة وزيت العود بطبيعة الحال. إذن أول حاجة غادي نديرها، غادي ناخد الفول وجلبانة، غادي نغسلهم مزيان حتى يولي الماء صافي. غادي نديرهم فوق العافية ويطلقوا الكشكوشة الأولانية، نحاولوا نحيدوها كاملة، وديك الساعات عاد نضيفوا المقادير الأخرى اللي عندي. ندوزوا طريقة التحضير. المقادير عندي هنايا بطبيعة الحال الفول وجلبانة. أنا هنايا الفول استعملت الفول البلدي اللي كيكون صغير بزاف، هو غيبان ليكم يعني الحبات ديالو صغار، والجلبانة الكمية ديال الفول كبر من الكمية ديال الجلبانة شوية. وعندي هنايا درت راس ديال التومة كامل، تقدروا تنقصوا إلا بغيتو. وهنا المجموعة ديال الخضر اللي درتها، عندي جوج حبات ديال البرو، حبة ديال اللفت، حبة ديال خزو، وحبة ديال قرعة خضراء، وواحد البصلة حمراء، والملحة وزيت العود بطبيعة الحال. إذن أول حاجة غادي نديرها، غادي ناخد الفول وجلبانة، غادي نغسلهم مزيان حتى يولي الماء صافي. غادي نديرهم فوق العافية ويطلقوا الكشكوشة الأولانية، نحاولوا نحيدوها كاملة، وديك الساعات عاد نضيفوا المقادير الاخرى اللي عندي. ندوزوا طريقه التحضير. اذا بعد ما طلقات هذيك البصاره وجلبانه الكشكوشه، خصنا نجمعوها كامله ونحيدوها. ضروري هذه أول حاجة خصنا نديروها من قبل ما نديرو الخضرة. دابا غادي نضيف الخضرة اللي قطعتها كاملة مربعات صغيرة، والثومة، غنضيف زيت العود، انا تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، وغندير الملح على حسب الذوق، ومعلقه صغيره ديال الكمون ما ذكرتهاش، صافي. وغادي نسد على الطنجره ديالي وغادي نخليها طيب على خاطرها. وبعد ما كطيب كنطحنها ميكسور جيغاف او لا الطحان الكهربائي. البصاره ديالنا واجده هكذا، كنسقيوها بزيت ارغان او لا زيت الزيتون، ولكن المذاق ديال زيت ارغان هو اللي كيتواتى معها بزاف الصراحه، كيعطيها واحد المذاق رائع ومختلف. وكنرشو عليها هكذا الكمون، كنقدموها بالصحة والراحة. نتمنى تعجبكم هاد الطريقة هادي، وتنال الإعجاب ديالكم. حتى الفيديو الجاي إن شاء الله. بسلام عليكم.